خلف مرمى القادسيه اللي هو عمارات كيتا جول، وهذه قفزه وجول، لكن ما في صفقه مثل ما قلنا. والجول الثاني في الدقيقه 15 كيتا الدقيقه 15، اذا الثاني من كيتا ابراهيم اكيتا، ابراهيم اكيتا جول والهدف الثاني. اذا كيتا والهدف الثاني، القادسية تقدم بهدفين. القادسية شوف كيتا وقفزته مع ولسي، شوف حمد عمان الرفعة، يعني اهم شيء هي البداية بالرفعة، هد على الكتف على رقبه، المهم انه تدخل. هو اشترك كيتا يقول احوشها بويهي خلاص جوله بيقول. شوف والفعل غير اتجاه الكرة، ورفعة حلوة كانت من حمد عمان. كورنر